السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في قناتي، وان شاء الله باذن الله نحضر كسكسو بالبلبوله. كيحتاج المقادير التاليه: مطيشه مسلوقه ومطحونه، سابع كيلو، وبصله واحده مقطعه، وزلافه ديال الحمص، وكاس صغير ديال الزيت، وقليل من الزيت باش نرشو البلبوله، ملعقة صغيرة إبزار، ونصف ملعقة صغيرة زنجبيل، وملعقة كبيرة كركم خرق ومعق، والملح حسب الذوق، الماء، ونصف كيلو لحم بقري، هنا خضرة، عندنا القرعة الحمراء، خيزو واللفت والربيع، قزبر والمعدنوس، البلبولة عندنا هنا كيلو، انا وجدته من قبل، رطبته بشكيسان ديال العنبة ديال الماء وخليته يرتاح لمدة نصف ساعة. بسم الله على بركة الله، نضيفوا اللحم بصلة مطيشة وطماطم زيت إبزار سكنجبير أي زنجبيل ملح كركم خرق ومعق نخليه يتقلى لمدة 10 دقائق ونطلقه ان شاء الله. بعد ما تقلى لينا اللحم، دابا غادي نضيفو الماء. قزبر المعدنوس، خيزو، هي الجزر، واللفت، والحمص. ودابا غادي نفورو البلبولة، غنديروها في الكسكاس البلبولة اللي وجدناها من قبل، ونديروها تفور. بعد ما فرطنا البلبولة ديالنا، دابا غادي نبردوها ونعاودوها بالماء. نديرو شوية الماء والماء باش نعاودو. بعد ما عاودناها تقريبا بكاس ديال العنبة، دابا غنديروها في الكسكاس ونرجعوها تفور فورة ثانية.
نحطوه على الفرن. بعد ما فات لنا الفوره الثانيه دابا غنحيدو الكسكاس وغادي نعاودوها بالماء. بعد ما عاودنا البلبوله بجوج كيسان مقدار كيسان ديال العنبه دابا غنديروها في الكسكاس باش الفرفوره الثالثه. دابا فارت لنا الفوره الثالثه وغادي نعاودو الرابعه ان شاء الله. رميو القرعه، القرعه خليوها هي الاخرى حيت في الزربه كطيب حتى لاخر فوره. البلبوله ماشي بحال كتكسو، البلبوله ندير لها اربعة فورات. رشوها بكاس ديال العنبة، مقدار كاس العنبة الماء. دابا غادي نعمرو الفورة الرابعة ونخليوها تفور، هادي آخر فورة. دابا صافي الاخوات، دابا غادي نسكي ورفعت لينا الفوره الاخرى. تبارك الله كتعطي كيلو طاس بزاف. صافي دابا غادي نسكيو، بعد ما سرحناها وقادينها مزيان كما كتشوفوا الطريقه ديال التسقيع. كنحط اللحم هو الاول،
هذا هو الشكل النهائي ديال البولة، أكلة صحية وسهلة في المتناول. كنتمنى تجربوها وتنال الإعجاب، ويكون هذا الفيديو خفيف على قلوبكم. واللي باقي ما اشتركش معنا في القناة وأول مرة كيشاهدنا يدير لايك ويفعل زر الجرس باش يوصلكم آخر الفيديوهات، وما تنسوش التعليقات ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله.